هذه الثورة كانت عفوية جدا، عفوية لأنها نظرا تحركنا ليس كان منظم، لم يكن متفق عليه، كان نتيجة ما حصل في بنغازي يوم 15 فبراير، هو أثار حفيظة ثوار مدينة الزنتان. والذي حصل كالآتي، كان شخص يدعى خليفة المحروب وهو أحد أعضاء الحرس الثوري التابع للقذافي، أتى للزنتان لتجنيد حوالي 1000 مجند للحرس الثوري حتى يكونوا بلطجية النظام في بنغازي. فهناك أخوة أفاضل علموا بهذا العمل، وهم خليفة دبيب والبشير جديع ومفتاح مفيص. فكانوا الناس هذو على فطنة وكانوا منتبهين لهذا الأمر، فوقفوا بجد ومنعوا هذا الأمر من خلال الاجتماع الذي حضروه وناقشوه مع هؤلاء الأشخاص، ورفضوا العمل هذا ووقفوا له وقفة جادة، حتى أن وصل لشجار ووصل للتهديد بالقتل، ونتج عنه ثورة 16 فبراير في الزنتان. نتج عن هذا أن خرجوا من ذلك المكان بهتاف يسقط القذافي. عندما خرجوا بهذا الهتاف أتوا إلى مدينة، إلى وسط المدينة، فأنا كنت من الأوائل الذين حضروا هذا الهتاف، وهم كانوا عددهم حوالي 5 أو 6 أشخاص. أنا المركز الثقافي لدي مكبرات صوت محمولة، أتيت ب2 من مكبرات الصوت دعما لهذا الهتاف. على عندما وصلت بمكبرات الصوت تم الهتاف، فتواجدت عدة أشخاص، ممكن من 20 شخص إلى 30. فتقارب الوقت على 1 تقريبا لصلاة الظهر، فدخلنا المسجد. عندما انتهت الصلاة، قضيت الصلاة، كبرت في الميكروفون وناديت في الناس أن يجب إسقاط هذا النظام، فخرجت جماهير غفيرة من المسجد وتزايدت الأعداد، وبدأت المسيرات في ذلك اليوم. انتهينا إلى الكتابة على الحائط وحرق مركز الشرطة والأمن الداخلي والخارجي، المثابة وكل الدوائر الأمنية التي تتبع النظام. انتهى إلى تقاطع الطرق خارج مدينة الزنتان هذه المسيرة، وتم نصب منصة هناك وإذاعة، وكنا نتكلم منها ونخاطب منها الجماهير. فعند 5 صباحا أتت قوات القذافي ونظامه في 5 عندما ذهبنا إلى البيوت، فجالوا في المدينة فكتبوا شعارات تأييد القذافي، فتفاجئنا بها في الصباح. فأتينا في الصباح غيرنا كل ما كتبوه ونظمنا من جديد، أقفلنا الطرق وجعلت البوابات، فتم حصار المدينة من القذافي. بدأت المعركة في تلك الليلة، ليلة 17 فبراير، تم مهاجمة القوات المحاصرة لبوابة الزنتان لمنعهم وتفتيش لمنعهم الدخول والخروج وتفتيش العائلات. تم هناك 5 أشخاص كانت بقيادة نصر بالقاسم، وهو الذي حرض على هذا العمل، مهاجمة هذه المجموعة، وهي تتكون من 250 شخص موجودة عسكري موجودين في كشاف الزنتان. تم قتل منهم 1 وجرح العديد منهم وفروا، وكان منهم ابن الخالد بن الخويلدي، وربما كان سيف، لا أعرف كان موجود أو غير موجود سيف القذافي، وكان مبروك سحبان هذا على من القياديين الموجودين غادي، ففروا وتركوا كل امتعتهم وسلاحهم، وهي كانت أول غنائم في ليلة 17 فبراير. مدينة في هذه الأيام تعرضت لقصف شديد، ربما يصل إلى 100 صاروخ يوميا من صواريخ الجراد، فأثر هذا القصف نتج عنه نزوح للعائلات لتونس، لدولة تونس الشقيقة. وهناك نتائج اللي هي الوضع الإنساني، لعدم وجود الوقود، لعدم وجود الغذاء، لعدم وجود المحروقات مثل الغاز والديزل، لعدم وجود جميع الإمكانيات غير متوفرة. هناك مرفق واحد يعمل داخل مدينة الزنتان، هو مستشفى الزنتان. مجيئنا لمدينة بنغازي هو لربط التواصل بين المجالس المحلية والمجلس الانتقالي
نعم تصل بعض الإغاثات من بعض الجمعيات، ونشكر هذه الجمعيات اللي شاركت وساهمت، عدة جمعيات لا أريد حصرها حتى لا أنسى بعض منها. وصلتنا عن طريق عندما احتجنا اضطرينا أن نفتح البوابة عن طريق تونس وتم احتلالها ودحر قوات القذافي منها. زنتان صامدة، زنتان هي مجاهدة، هي أصلا ما زالت في الصمود، ما زالت في تحدي القذافي، ما زالت تحاول الوصول للقذافي. سنصل إلى باب العزيزية وسنسيطر على طرابلس إن شاء الله.